السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة نيجي تيفي. كان بغي نغتنم الفرصة مرة أخرى وكان بغي نشكركم على تشجيعاتكم على التعليق اللي كتخليوا ليا، ففعلا كلمة شكر فقليلة في حقكم. واليوم ونزولا عن طلب الوليدات الصغار ديالنا، فغادي نحضروا واحد البسكوتشو أو الكيكة كيف كتشوفوا، فهي كيكة اللي كتجي منظر ديالها رائع جدا وكتجي راقية بمكونات بسيطة. غادي تشوفوا بأنه المكونات ديال الكيكة فهي متوفرة في جميع البيوت وخصوصا فهي اقتصادية جدا، فتابعوا معنا الفيديو إلى الآخر وفرجة ممتعة. وعلى بركة الله في تحضير لاغاناش ديالنا. لهذا الغرض غادي نحتاجوا 700 مللتر ديال لاكريم فريش اللي تنكونوا سخناها لدرجة الغليان، ونصف الكمية ديال الشوكولات يعني 350 غرام ديال الشوكولات. كيف كتشوفوا فهو الشوكولات اللي هو أسود ذو جودة عالية، كيف كتشوفوا كنقطعوه على هذا الشكل. وبطبيعة الحال فلاكريم فريش فكنسخنوها حتى كتوصل لدرجة الغليان. كندوزو على بركة الله في تحضير لاغاناش ديالنا. كيف كتشوفوا فكنخويو لاكريم فريش على الشوكولات وكنخليوها مدة 5 دقائق. فمرات 5 دقائق كيف كتشوفوا فكناخذوا واحد لاسباتول على هذا الشكل وكنبقاو كنحركوا الخليط ديالنا. للاشاره فلا كريم فريش سخناها حتى وصلت لدرجه الغليان، فكنبقاو كنحركوا حتى كنحصلوا على خليط من هذا الشكل اللي كيكون متجانس تماما، فهذا كيدل على انه الشوكولاته ديالنا داب وكنكتفيو بهذا القدر ديالنا. فكنحصلوا على لاغاناش من هذا الشكل. من بعد كناخذوا قطعه ديال البلاستيك كيف كتشوفوا وكنغطيو سطح لاغاناش. الغرض من هذا هو انه ما تكونش لينا ديك القشره فوق من سطح لاغاناش، ومباشره كندخلوها للثلاجه تقريبا واحد 6 حتى 7 سوايع. لتقديم المقادير ديال الكيكه ديالنا اولا البيسكوتشو ديالنا، فلهذا الغرض غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال بودرة الكاكاو اللي كيمكن لينا نعوضوها بكاوبيل كيف كتشوفوا. عندنا هنا 2 أكياس ديال الخميرة ديال الحلوة، واحد الكيس فاني، أيضا عندنا 2 ديال البيضات، نصف كأس ديال سنيدة، نصف كأس ديال الزيت، وعندنا كأس ديال الحليب. وبالنسبه للدقيق فكنحتاجو تقريبا حتى 2.5 كيسان. بطبيعه الحال فهذا كيتوقف على جوده الدقيق. كيف كتشوفوا فهي مقادير اللي جد بسيطه ومتوفره في جميع البيوت. فكندوزو على بركه الله في تحضير الوصفه ديالنا. كنضيفو اول مكون اللي هو البيض كيف كتشوفوا، بطبيعه الحال كنكونو خرجناه قبل باش ياخذ حراره المطبخ. كنضيفوا عليه نصف كاس ديال سنيدة وكنزيدوا عليه الكيس فاني، ومن بعد كنبداو كنطربوا العناصر ديالنا. الان كنضيفوا نصف كاس ديال الزيت كيف كتشوفوا، من بعد كنضيفوا كاس ديال الحليب. فكيف كتشوفوا فكنبداو بالسوائل، ومن بعد كندوزوا وكنضيفوا النواشف في الخطوه المواليه. فاول مكون فهي السوائل ومن بعد كنضيفوا النواشف. بعد ما طرب لينا الخليط ديالنا مزيان كيف كتشوفوا فكنوقفوا الماكينه ديالنا وكندوزوا باش نضيفوا النواشف. قبل ما نضيفهم فكنكونوا غربلناهم مره وكنعاودوا غربلوهم مره ثانيه. فكيف كتشوفوا فكناخذوا كاوبيل فكنغربلوه على هذا الشكل. بطبيعه الحال حنا راه غربناه المره الاولى. الان كيف كتشوفوا فكناخذوا واحد الكميه قليله من الدقيق تقريبا ما يعادل 3 أو 4 معالق كبار ديال الدقيق. من بعد كنضيفوا لها قليل من الخميره حمراء وكنغربلوا الدقيق ديالنا مع الخميره. بطبيعه الحال كيف كتشوفوا فالفيديو واضح.
فالدقيق كنضيفوه على جوج ديال المراحل باش ما تقصحش لينا العجينه ديالنا اولا الخليط ديالنا، فكنضيفوه على جوج ديال المراحل فكنكتفيو بهذا القدر، وكنديو الخليط ديالنا وكنبداو كنخلطوه تقريبا واحد المده ديال جوج اولا ثلاثه دقائق حتى كتنسجم العناصر مع بعضها. بعد ما نسجم الخليط ديالنا كيف كتشوفوا، فكناخذوا الدقيق وكنغربلوه وكنضيفوه على باقي الخليط ديالنا او على الكيكه ديالنا. فكيف قلت لكم فالدقيق كنضيفوه على جوج ديال المراحل وبطبيعه الحال دائما وحنا كنغربلوه. بعد ما ضفنا الكميه المتبقيه من الدقيق كيف كتشوفوا، فغادي نعاودو نردو الخليط ديالنا على هذا الشكل، وغادي نبقاو نطربوه تقريبا واحد المده ديال جوج ديال الدقائق، وكتكون هذه هي المرحله الاخيره في تحضير الكيكه ديالنا. كيف كتشوفوا كناخد لومول ديالي كندير ليه البابي كويسون من برا ومن الداخل، لانه انا ما عنديش لومول اللي شي شويه عالي، فكنكتفي بداك لومول اللي عندي وكندير ليه هاد البابي. والان ومن بعد ما كملت لومول ديالي كيف كتشوفوا درت ليه البابي كويسون، فكناخد العجينه ديالي اولا الكيكه ديالي وكنضيفها مباشره لومول. كيف كتشوفوا فالخليط هو كيجي متجانس والقوام اللي كيكون على هذا الشكل. الان ومن بعد مرور تقريبا واحد 6 او 7 ديال السوايع، فكنخرجوا لاغاناش ديالنا من الثلاجه وكنحصلوا على هذه النتيجه. للاشاره في هذه الخطوه مهمه جدا، لانه لاغاناش ديالنا ملي كنطربوها من بعد فكتعطينا نتيجه اللي هي جد جد جيده. كيف كتشوفوا فكتكون هذه هي النتيجه ديال لاغاناش ديالنا. انا فضلت نخلي على هذا القوام لانه كتجي سهله في الخدمه. الكيكه ديالنا اولا البسكوتشو فكنخليوها حتى كتبرد تماما وكنقطعوها لثلاث قطع متساويه بهذا الشكل. كندوزو المونتاج ديال البسكوتشو ديالنا كيف كتشوفوا، فكنحطوا هذا البلاطو على هذا الشكل، وباش تجينا عمليه المونتاج سهله فكندهنوه بالقليل من لاغاناش على هذا الشكل. فهاد الخطوه مهمه لانه كتخلي الكيكه ديالنا ثابته، وهذا كيساعدنا كثير في المونتاج ديال الكيكه ديالنا. من بعد كناخذوا قطعه ديال بيسكوتشو كيف كتشوفوا وكنحطوها مباشره في البلاطو ديالنا. من بعد كناخذوا السيرو اللي كنكونوا حضرنا من قبل، والجميع كيعرف طريقه تحضير السيرو، فهي جوج كيسان ديال سنيده في كاس ديال الماء. للاشاره فانا ضفت ليه قطرات من الحامض وكنبقاو كنسقيو الكيكه ديالنا على هذا الشكل، فكنسقيوها جيدا وخصوصا الجوانب اللي كتكون شويه ناشفه فكنسقيوها بكثره. من بعد كنضيفوا لها قليل من لاغاناش، واحد الكميه ديال لاغاناش، وكنبقاو كنوزعوها فوق من الكيكه ديالنا بتساوي. للاشاره فلاغاناش ديالي كيف كتشوفوا فهي شي شويه عقده، ولكن انا تعمدت نخليها اكثر في الثلاجه نظرا لانه الحراره، فخليتها عمدا باش
فوقت التقديم ما تدوبش لي لاكريم ديالي ويجي المنظر ديالها خايب، فخليتها مدة أطول. بواسطة لاسباتول كيف كتشوفوا، فكنحاول نسرحوا لاكناش ديالنا بهذا الشكل. فكنحاولوا توصل لنا لاكناش لجميع جوانب ديال الكيكه. والان كندوزوا الخطوه المواليه، وهي كناخذوا طبقه ديال الكيكه على هذا الشكل، وكنديروا بطبيعه الحال نفس الخطوه اللي درنا في الطبقه الاولى. فكناخذوا السيرو وكنسقيو به الكيكه او البيسكوتشو على هذا الشكل. من بعد ما كنسقيو البسكوتشو ديالنا بطبيعة الحال، فكنديرو طبقة موالية ديال لاكناش، ضيفوا الطبقة الثانية، وبطبيعة الحال فكنديرو لها نفس الشيء اللي درنا للطبقة الأولى، فكنسقيوها بالسيرو ديالنا، ومن بعد كنضيفوا لها واحد الكمية ديال لاكناش، وبواسطة لاسباتول كنبقاو كنوزعوا لاكناش في الكيكة ديالنا أو في البسكوتشو على هذا الشكل. الان كنضيفوا الطبقه الاخيره كيف كتشوفوا، فهاد الطبقه هي اللي كانت في التحت ديال الكيكه، فهي اللي كنردوا الفوق لانه كتكون مقاده على هذا الشكل. نفس الشيء كنسقيوها بالسيرو على هذا الشكل، فكنحاولوا نسقيوها مزيان خصوصا الجوانب على هذا الشكل. ومن بعد كنضيفوا لها لاكناش، وكتكون هذه هي الطبقة الأخيرة ديال الكيكة ديالنا أو البسكوتشو ديالنا. ومن بعد ما كملنا الحلوة ديالنا كيف كتشوفوا، فكنحاولوا نوزعوا لاكناش بهذا الشكل جميع الجوانب، وخصوصا كنحاولوا نقدوا المنظر أو المظهر ديال الحلوة على هذا الشكل. كنا كيف كتشوفوا، فكندوزوا لمرحلة لافينيسيون، كنحاولوا نحيدوا الزائد ديال لاكناش على هذا الشكل، وكتكون هذه هي المرحله ما قبل الاخيره. بطبيعه الحال ملي كنكملوا فكندخلوا الكيكه ديالنا للثلاجه تقريبا مده ديال نصف ساعه، وكندوزوا مباشره للتزيين ديال الكيكه او ديال البسكوتشو ديالنا. بطبيعه الحال التزيين فكيبقى على حسب الرغبه ديال كل سيده وشنو كتفضل تزين به الكيكه ديالها. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا كيف كتشوفوا، فكنقدم لكم الكيكه وكيكون هذا هو المنظر او الشكل النهائي ديالها، فهي كتجي كيكه اللي راقيه جدا، خصوصا بمكونات بسيطه جدا ومتوفره في جميع البيوت. كيف كتشوفوا فالمنظر ديالها كيجي منظر جميل جدا، كيمكن لينا نحضروها لاعياد الميلاد، وخصوصا الوليدات الصغار فهما كيعشقوا الشوكولات، وكنقدموها لهم بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تجربوها مع وليداتكم، وما تنساوناش بلي لايك ولي كومونتير. فوفا كنقطعوا الحلوه ديالنا باش نوري لكم المنظر ديالها من الداخل، فكيجي على هذا الشكل، فطبقه ديال البسكوتشو طبقه ديال لاكناش، فالمنظر ديالها كيجي منظر راقي جدا، وخصوصا المذاق فكيجي مذاق اروع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، خصوصا انكم تبعتوا الفيديو من الاول وشفتوا بانه بمكونات جد بسيطه واقتصاديه ومتوفره في جميع البيوت كيمكن لينا نحضروا هذه الوصفه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، تحضروها مع وليداتكم، وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى الفيديو القادم ان شاء الله.